نحن الآن في الخطوط الأمامية لجبهة مريسة الواقعة شمال محافظة الضالع. في هذه الجبهة تدور المعارك لقرابة أكثر من 4 أشهر بين المقاومة الشعبية مسنونة بالجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي وصالح. نلتقي هنا بأحد أفراد الجيش الوطني المساندين للمقاومة الشعبية ليطلعنا عن سير المعارك خلال هذه الفترة وما هي أهم المواجهات التي دارت في هذه الجبهة. نحن هنا نقوم بقطع امدادات العدو وقطع خطوط امداد يعني خطوط امداده وتعزيزاتها القادمه من دمت. في هذه الجبهه نعتبر صمام امان لمنطقه لمديريه مريس التي تعتبر صمام امان محافظه الضالع. اذا كما سمعتم من احد افراد الجيش الوطني يتحدث عن طبيعه المعارك التي تدار هنا خلال هذه الفتره بان هذه الجبال وهذه المناطق هي جبهات صد لمنع ميليشيات الحوثي التقدم نحو مريس ونحو ايضا محافظه الضالع. محمد المريسي، قناه بلقيس، الضالع.